أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. All praises due to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We always start by praising Allah subhanahu wa ta'ala for all the blessings, for all the favors He has bestowed upon us. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. And if you try to count the blessings of Allah, you will never be able to enumerate them. That everything you enjoy in this life is from the favor, from the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْحَمْدُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. We've talked this noon in khutbat al-jum'ah about the lessons to be extracted from the journey of al-Isra wal-Mi'raj, which means the night journey from al-Masjid al-Haram to al-Masjid al-Aqsa, al-Masjid al-Haram in Mecca, to al-Masjid al-Aqsa in Jerusalem, and also the ascension to the seven heavens that we refer to as al-Mi'raj. إذن يا أحباب الإسراء والمعراج هو معجزة خالدة أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. تكلمنا على بعض الدروس المستفادة، من أراد أن يرجع إلى الخطبة للاستزادة أو للتذكر فله ذلك إن شاء الله على صفحة المسجد على الفيسبوك أو حتى على قناة المسجد على اليوتيوب. الله سبحانه وتعالى يسر السبيل لذلك. قال الله سبحانه وتعالى في أول سورة الإسراء كما هو محفوظ: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. في الحقيقة لم أتعرض باستفاضة وبالتفصيل عن شرح القصة نفسها، لعلمي بأن ما شاء الله الجمهور الذي يتابع ناس على علم وعلى بينة، والكل بحول الله تعالى عنده الخلفية والثقافة الكافية عن أحداث الإسراء والمعراج بصورة عامة، لكننا نحاول أن نستخلص الدروس التي تنعكس على حياتنا. إذن في أول الآية الكريمة تعالوا بنا أن نتدبر هذه الآيات. الله سبحانه وتعالى said this in the book, القرآن الكريم, that we have revealed upon you. He's addressing the Prophet صلى الله عليه وسلم, in order for each and every one of us to contemplate and try to understand the meaning of Quran. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليتذكر بكسر اللام لام التعليلية، ما نقولش وليتذكر، لأن بعض يعني دي من أخطاء الشائعة. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم. سبحان الذي، بدأت السورة بقول الله تعالى سبحان الذي. عادة في حياتنا نقول سبحان الله حينما نرى أمرا جميلا، أو حينما نرى شيئا من قدرة الله تعالى، كأن ترى السحب تتجمع في السماء، كأن ترى أبواج البحر، كأن ترى الثلج، كأن ترى تغير ألوان الشجر، هذا كله يدفعنا أن نقول سبحان الله. وكأن المولى سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة المباركة بسبحان حتى يبين لنا أننا على وشك أن نرى وأن ندرك شيئا في غاية العجب والقدرة والعظمة، ألا وهو أمر الإسراء والمعراج، فهي معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى. So this surah, سورة الإسراء, almost at the middle of the Quran, Allah سبحانه وتعالى starts بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. Exalted he is, the one who took his servant during night from Mecca, from al-Masjid al-Haram, all the way to Al-Masjid Al-Aqsa in Jerusalem. And when you see the word Subhanallah, we always say Subhanallah when we see something amazing. When we see something wonderful, we used to say Subhanallah. When you see the clouds, when you see the stars, when you see any of the beautiful creation of Allah Subhanahu wa Ta'ala, we used to say Subhanallah. And in Surah Ar-Rum, and this is also for contemplation, in Surah Al-Rum, Allah subhanahu wa ta'ala says,
فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. A lot of meaning you could imagine in this ayah. At least, when you think about the verse, ذَلِكَ, we have recited it in Surah Al-Hajj, now in Salat al-Isha. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ. That this kind of merging night into the daytime, into the daylight, and merging the daylight into the dark during night, it's a miracle that we see and witness each and every day in our life. إذن سبحان الله يا أحباب هل يستطيع أحدنا أن ينظر إلى السماء ويقول هذه آخر لحظة في النهار وهذه أول لحظة في الليل؟ هل ينتقل من النور الكامل إلى الظلام الكامل أو من الظلام البهيم الأليل إلى النهار المضيء؟ هذا لا يحصل، لكن الله سبحانه وتعالى يولج الليل في النهار، يدخل هذا في ذاك وذاك في هذا، فتجد نفسك تنتقل بين قدرة الله تعالى وجمال الكون في كل يوم. إن في ذلك لآية، إن في ذلك لعبرة. So if we just look at the sky every day, just we have the intention to contemplate about the creation of Allah subhanahu wa ta'ala and the alternation of day and night. إن في خلق السماوات والأرض towards the end of Surah Al-Imran. واختلاف الليل والنهار لآيات. It's a sign for the people who have hearts, for the people who have a mind to think with. لآيات لأولي الألباب. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Have you ever thought about your own self and how this, all of these things inside our bodies, the liver, the heart, the brain, the all of these things that happens into our body without even knowing how it goes and how it works, without having any control. We just taste the food, eat, swallow, and then that's it. And the digestion is happening inside our bodies without even recognizing, even if you know how it works in a theoretical way, but still it's hidden into our bodies. وَفِي أَنفُسِكُمْ and also into your own selves. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. إذن يا أحباب, back to our point, سبحان الذي. Now we are very attentive that there is something is about to be, you know, delivered to us from Allah subhanahu wa ta'ala. أَسْرَى بِعَبِدِهِ لَيْلًا. أَسْرَى بِنَبِيهِ لَمْ يَقُلْ بِرَسُولِهِ لَمْ يَقُلْ بِرَسُولِهِ بَلْ قَالَ بِعَبِدِهِ. هذا يعني أن أعلى وأسمى درجات الدرجات التي يصل إليها الإنسان في حياته هي العبودية لله سبحانه وتعالى. أسرى بعبده ليلا. He took his servant during night from المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. And you know it's a miracle to happen overnight and in this very short time. At that time evening, as we mentioned this in the khutbah today, that just to fly from Mecca to Jerusalem, it takes you by plane at least 2 hours. And then if you want to talk about how it takes you to, you know, to be at the outer space, it takes you at least, you know, it's days, not even hours. But Allah subhanahu wa ta'ala gifted with his Prophet sallallahu alayhi wa sallam with this incident and supported him with this miracle overnight. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. What's next? من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. خد بالك هنا نقطة في غاية الأهمية ورسالة بين السطور. نقطة البداية, نقطة الانطلاق منين؟ المسجد. مش أي مسجد, المسجد الحرام. طب نقطة الوصول أيضا إلى المسجد, المسجد الأقصى. في هنا دلالتان. الدلالة الأولى أهمية وقدسية المسجد الحرام والمسجد الأقصى, لأن هذه كانت نقطة الانطلاق وتلك نقطة الوصول. ده بصورة عامة, وكلنا يعلم أن الرحالة لا تشد إلا 3 مساجد, المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. نسأل الله أن يحرره وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات, اللهم آمين. والنقطة الثانية أو الدلالة الثانية أهمية المسجد في حياتنا نحن. أن تبدأ هذه المعجزة ويحكي القرآن عنها من المسجد إلى المسجد
فلا بد أن المسجد هذا شيء مميز وشيء له قيمة وشيء له يعني أولوية في حياتنا، وهو كذلك. طبعاً لما تكلمنا من أسبوعين تقريباً أو ثلاثة حول دور المسجد في حياتنا وحق المسجد علينا وواجبنا تجاه المسجد إلى هذه الأمور، وفق الله تعالى وذكرنا حضراتكم بما تعلمونه من أهمية المسجد، وأن الذين يأتون إلى المسجد هم الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. So the next point, we could say that there is also here an indication for us to ponder and to contemplate, which is Allah subhanahu wa ta'ala says that the starting point for this journey was from Al-Masjid Al-Haram, the holy mosque, the holy masjid in Mecca, to Al-Masjid Al-Aqsa in Jerusalem. This actually signifies the importance of the two masjids, Al-Masjid Al-Haram and Al-Masjid Al-Aqsa. And the third of them is Masjid Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi al-Madinah. And number two, this also gives us an obvious message that we should be taking care of our masajid, trying our best to serve the masjid and to keep it open and to keep it accessible. And whatever, any kind of cooperation, participation you do in the masjid, just imagine that this is the house of Allah subhanahu wa ta'ala, the King of the Kings. Allah subhanahu wa ta'ala, the one that could give you the eternal blessings in the paradise, in Jannat al-Na'im. So try your best to serve the house of Allah subhanahu wa ta'ala and to keep it open in any way, shape or form. Allah subhanahu wa ta'ala will give you in abundance in turn of your doing good towards the Masjid of Allah subhanahu wa ta'ala. إذن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. طيب كلام جميل. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المسجد الأقصى جمع الله تعالى له الأنبياء وصلى بهم إماما في رسالة واضحة أن النبي الخاتم هو سيد النبيين وهو إمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية أن الأنبياء جميعاً اتفقوا على دين واحد وهو الإسلام والتسليم والإذعان لله سبحانه وتعالى ووحدانية الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لأن كلهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. Allah subhanahu wa ta'ala brought the prophets and the messengers back to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he led the prayer. He was praying as an imam with those prophets and messengers to give us a message that he is the seal and he is the best of the prophets. He is the leader of the prophets sallallahu alayhi wa sallam, and all of the messengers of Allah with no distinction, they all have one message, which is the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. But the way of worship is different from a messenger to a messenger, from a certain nation to a certain ummah, as it's alhamdulillah known to all of you. لو رجعنا إلى الوراء قليلا، عادة تجد الصور ترتبط ببعضها. يعني حينما تتأمل وتتدبر كلام الله تعالى قبل سورة الإسراء، ماذا قال الله تعالى في خواتيم سورة النحل؟ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه آية. الآية اللي بعدها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب ادعوا إلى سبيل ربك. في بداية الرسالة تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكثير والكثير من أجل نشر هذا الدين الحنيف الذي وصل إلينا غضا طريا. خلي بالكم يا أحباب، نحن نعبد الله تعالى الآن في الرخاء. يعني لازم الإنسان يراجع نعم الله سبحانه وتعالى ويكثر من الثناء على الله تعالى وحمده. يعني الآن تجلس في المسجد جلسة مريحة، إذا كان الجو باردا فعندك يعني الحرارة أو الهيتر،
وإذا كان الجو ساخنا عندك المكيف، المكان نظيف، المكان مريح. هل تعلم ماذا عانى الصحابة الكرام وسلفنا الصالح حتى نصل إلى ما وصلنا إليه؟ هل تعلم أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ورضي عنه كان يجلد بالسياط حتى يقول كلمة واحدة، حتى يقول إن القرآن مخلوق لكنه لم يقرأ؟ طب لماذا لم يقرأ؟ ربنا سبحانه وتعالى نفسه يقول: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. يعني لو السيف على قلبك قال لك اكفر، قولها يا سيف خلاص، بس من قلبك أنت مؤمن، مش هيحصل حاجة، ربنا لن يؤاخذك. لكنه ما قالش لأنه يعلم أن هناك من يستمع إليه ومن يتبعه ومن يتبعون منهجه ومن يثقون به، ربما انتكسوا إذا قال هو ذلك فتحمل الضرب والتعذيب من أجل كلمة واحدة. So actually we need to appreciate the ni'mah of Allah subhanahu wa ta'ala, that we are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala now, and alhamdulillah everything is easy, accessible. We're worshipping Allah in prosperity. Nothing is difficult. You're able to come to the masjid anytime, just hit the code and get into the masjid and pray, everything is accessible. No one will ask you to do anything or to pay anything in to pray and to be in the masjid. You're welcome all the time. But the people at first, at the time of Sahaba and companions and the people who followed them, they endured so much to keep the word of Allah subhanahu wa ta'ala supreme. وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْأُولِيَا. So Allah subhanahu wa ta'ala says, call to the way of your Lord with wisdom and good approach. بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوَعِبَةِ الْحَسَنِ. And then قال الله تعالى: وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. He is commanding the Prophet sallallahu alayhi wa sallam to always be patient. Why? Because he is going to confront the disbelievers. And this, you know, tremendous power of disbeliever. And he was just by himself at first. Maybe just a couple of people were supporting him, like Sayyidah Khadija and Sayyidina Abu Bakr and some of the companions. And he had to confront all of these disbelievers at first. And then Allah subhanahu wa ta'ala supported him day after day, week after week. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam became like a power that the disbelievers started to, you know, take into account, that it's not, you know, it's not easy just to attack, and you have to think twice before touching one of the Muslims. Otherwise, they will find something in return. And then the Prophet sallallahu alaihi wasallam called to the way of Allah, and he was so patient. He endured so much. His uncle Abu Talib passed away, and Sayyidah Khadija, his wife, passed away in the same year. And then he journeyed to a Taif, and the people of a Taif rejected him, and they, you know, threw stones at him as a kind of not welcoming him. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبِدِهِ لَيْلًا. Now it's a time of relief. Allah subhanahu wa ta'ala is giving you a relief, is giving you the tranquility. You have endured so much, so come to this journey and you will be finding the joy, you will be finding the comfort that you were, you know, losing all of the past years. Allah subhanahu wa ta'ala supported His Prophet sallallahu alayhi wa sallam. This is how the verses of Allah subhanahu wa ta'ala goes. One after one, at the end of Surah Al-Nahl, and then at the beginning of Surah Al-Isra. One more thing before we leave. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات كما تعرفون القصة، وكان معه جبريل عليه السلام، وهو أمين الوحي وسيد الملائكة، ومروا على السماوات، السماء بعد السماء، السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، في كل سماء ماذا كان يفعل جبريل عليه السلام؟ كان يطرق الباب فيسأل من بالداخل، من؟ فيقول جبريل، ومن معك؟ فيقول محمد، فيفتح لهما ويرحب بهما ويلقون السلام على بعضهما. ففتحت له باب السماء الأولى فقابل سيدنا آدم عليه السلام، ثم مر على السماوات، وفي السماء السابعة كان سيدنا إبراهيم عليه السلام خليل الله، حتى يروى أنه كان يجلس ويسند ظهره إلى البيت المعمور، هذا البيت وهو كعبة أهل السماء، يدخله كل يوم 50,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. So the Prophet صلى الله عليه وسلم with the companionship of the angel Jibreel عليه السلام
they went over the seven heavens and they start to knock the doors, and then they will be admitted to the heavens. The first heaven, they met Adam alayhi salam, the father of humanity. And they started to do the same all the way to the seven heavens, and then they met the Prophet Ibrahim alayhi salam. Here's a lesson we could apply it into our life, that we have to ask for permission before opening any door. This is serious. And Allah subhanahu wa ta'ala also stated that in Surah An-Nur. Ya ayyuha alladhina amanu, ماذا تقول آية كريمة؟ نعم، يستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. هذه الآية، والآية التي قبلها لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. أنا بقول كده ليه يا أحباب؟ لأن بعض شبابنا الجميل والذي نشأ وتربى وترعرع ربما في بيت أبينا وأمنا، يعني هناك من المودة والمحبة، فالإنسان يتجول براحته، وإن كان يظل أمر الاستئذان واجبا. لا تفتح أي باب دون أن تطرق الباب وانتظر حتى يرد عليك، يعني لا تطرق الباب وتفتح وتدخل، لا تدري من وراء الباب، كيف تقتحم خصوصية الناس حتى ولو كان أخاك، حتى ولو أنت الزوج ومن في الغرفة زوجتك أيضا، أطرق الباب قبل أن تدخل، والعكس بالعكس. الكل يستأذن قبل أن يدخل على أخيه أو على زوجه أو على أبيه أو على ابنه. هذا أمر يعني في الدين. المسألة يا أحباب مش مسألة شكلية ولا ذوقية ولا ثقافة، لا، ده دين. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. So we want to emphasize this point before we end here, that never ever open a door and, you know, invade the privacy of people. You have first to knock the door once, twice, and thrice, and wait for someone to, you know, to answer and ask for permission, and then you are allowed to enter. Otherwise, do not enter. Do not ever think that he is my son, I'm going to open and get in. And do not think she's my mother, nothing wrong about it, I'll just open the door and, you know, get in. No, this is actually goes against the principles and the etiquettes of our religion. So please keep this in mind. This is just a reminder, and I believe that all of you who are here or who are listening to me, alhamdulillah, we are always seeking for permission, and we are submitting ourselves to the orders of Allah subhanahu wa ta'ala when he says, حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا، وأصلي وأسلم على سيد النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم.